Bonsoir, et j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va traiter l'examen national 2010. وهنا غادي نحاول نهضر بالصواب العربي ولا بالفرنسية حتى يتمكن من طبيعة الحال كل شيء من إنجاز هذا الامتحان الوطني. إذا غادي نركزوا بالأساس على واحد الامتحان الوطني اللي هو شامل وطرح في سنة 2010 ديال الميكانيك. بالنسبة لكم انتم غادي تاخذوا من طبيعة الحال هذا على شكل ورقة عندكم، وحاولوا تتبعوا معايا باش ما تقراوش معايا هنا الأسئلة. خذوا الورقة، خذ ستيلو والكالكولاتريس، ونبداو نخدموا من طبيعة الحال بشوية بشوية هاد لي كيسيون، لأن مهم جدا هاد الموضوع. إذا اون فا كومونسي. دونك لا بروميييغ كيسيون دو سيت إكزامان: par application de la deuxième loi de Newton, déterminer les composantes du vecteur accélération AG dans le repère R AI 1 G1. Donc, بالنسبة للسؤال واحد واحد بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد الإحداثيات لي كومبوزون دو لاكسيليراسيون في هاد لا بارتي هادي دو A جوسكا B. دونك هنا المجموعة المدروسة هو الجسم S. بالنسبة للبيلون ديال لي فورس كاينين دو، دونك كاين لو بوا دايما يعني فيغ لو با، وكاين لا رياكسيون دو بلون، يعني هاد ار هادي القوة اللي تطبقات. بما ان هنايا في ليكزارسيس الا قريتو مزيان قلنا راه نهمل الاحتكاك، دونك لي فروتمون سون نيجليجي، اي بار كونسيكون هاد ار تتكون بيربونديكولار مع لو بلون. دونك في هذا المعلم غادي نطبقوا القانون الثاني لنيوتن. دونك غادي نديروا بالنسبه للسؤال الاول تمبل. دونك par application de la deuxième loi de Newton dans cette partie là, donc la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Voilà. Donc c'est-à-dire quoi? P زائد R تساوي لنا ام اج، ونسقط على المحور او اكس. غالبا بطبيعة الحال تنسقطوا على المحور اللي تتم فيه الحركة هو المحور او اكس. اذا لسقطنا بي على اكس، وهذه شناها في تمارين اخرى، اسقاط بي على اكس غنسقطو هنايا غتعطينا، غادي نرسم لكم ديك لابارتي. دونك اسقاط بي suivant l'axe x اسقاط العمودي غتعطينا هاد لابارتي هادي فوالا، وهادي تتكون هي لونغل الفا. اذا غادي نجبدها بالكوس، كوس الفا غتعطينا بوزيتيف لان مع لو سونس دو اكس، و لا بروجيكسيون ديال ار على اكس هي زيرو لان بيربونديكولار. بون دونك غتعطينا ام جي بليتو سينيس، عفوا استسمح، غادي نجبدو بالسينيس لان تيمثل هذاك الكوتي اوبوزي دو الفا. دونك ام جي سينيس الفا، لا بروجيكسيون ديال ار دو قلنا زيرو تساوي ام ا اكس، حيت درت لا بروجيكسيون سوفيون او اكس، اذا نكتب هنا ا اكس. دونك غادي نسامبليفي بلا ماس، يا اون تخوف لاكسيليراسيون ا اكس ايتيغال ا جي سينيس الفا. وعندنا بطبيعة الحال لي فالور يمكننا نحسبو القيمة ديالو. إذا غادي تلقاو جوج 35 بطبيعة الحال أعيدوا التطبيقات العددية، ربما نخطأ في التطبيق العددية. بالنسبة لاكسيليراسيون أ إيكغيك غنكتب مباشرة صفر، إن يا با دو موفمون سويفون لاكس أو إيكغيك، يعني لا توجد حركة، ليس هناك حركة على أو إيكغيك، إي باغ كونسيكون لاكسيليراسيون سويفون l'accélération suivant y suivant y est égale à 0. Voilà, هذو هما الاحداثيات ديال لاكسيليراسيون. غير في تنظيم كتابه يجب كتابه المجموعه المدروسه، جرد القوى الى اخره، دوك المراحل اللي شفتوهم في الدرس. دونك la question 2، دونك toujours par l'application de la deuxième loi de Newton trouver la vitesse au point B، يعني تحديد السرعه في النقطه B. دائما تحديد الوقت، تحديد السرعه، تحديد الزمن، تيخصني هنا لي زيكواسيون اوغيغ، سيتادير المعادلات الزمنية باللغة العربية. دونك هنا غادي نمشي لاكسيليغاسيون، دونك اون ا تخوفي كو لاكسيليغاسيون ا اكس ايتيغال ا جي سينيس الفا، باغ انتيغراسيون عن طريق ما يسمى بالتكامل تلقاو
الدالة الأصلية يعني في اكس حيت الدالة الأصلية ديال التسارع هي السرعة تتساوي جي سينيس ألفا تي بلس اون كونستانت وهاد لا كونستانت شنو هي السرعة البدئية لا فيتاس انيسيال بويسكو هما راه ديجا قالنا 100 فيتاس انيسيال دونك هادي زيرو فوالا دونك سا دون في دو اكس ايت ايكال ا جي سينيس ألفا تي فوالا لا فيتاس واش يمكن ليا نحسبها لا لان ما عنديش لو طون دونك غادي نكملو عن طريق كذلك التكامل لانتيغراسيون دونك جو تروف لا ديستانس دونك اكس ايت ايكال التكامل ديال تي هو تي او كاري سور 2 دونك هي 1 دومي جي سينيس الفا تي او كاري بلس اون كونستانت سي 2 و سي 2 هي اكس على انستان 0 بويسكو اكس على انستان 0 سي ا دونك سي لو بوين دو ديبار سي ا دونك سي 0 دونك هادي 0 دونك لا ديستانس اكس ايت ايكال 1 دومي جي سينيس الفا تي كاري فوالا دونك بور تروفي لا فيتاس في بي خصنا نلقاو تي بي ها تي بي وهنا عطاونا المسافه عطاونا المسافه ا بي كونفوي سي عطاونا ا بي دونك غادي من ا بي نجبد الزمن والزمن نعوضو دونك لا ديستانس ا بي هي اكس بي موان اكس ا اكس ا سي 0 دونك هي 1 دومي جي سينيس الفا تي بي كاري ومن هنا غادي تجبدوا تي بي تي بي سا دون هو لا راسين دو دو كوا لا راسين دو دو ا بي مقسومه على جي سينيس الفا وممكن اما تحسبوها ولا تعوضها مباشره وعاد تحسبوها مره واحده اذا ممكن تحسبوا تي بي اي جو غون بلاص باش في ليكواسيون ديال لا فيتاس بور تروفي في بي دونك في بي سي جي سينيس الفا تي بي دونك الى درتو التطبيق عددي تقريبا غادي تجيكم حوالي 4 متر سكوند موزا باسون مانو على كيسيون 3 دونك لانتونسيتي ترو فيد بار ابليكاسيون دو لا دوزيام لوا دو نيوتن ديتيرميني لانتونسيتي ار دو لا فورس اسوسي ا لاكسيون دو بلان انكليني دونك اوجد القوه ار قبيله لاحظتوا باش درت الاسقاط ديال ار سويفون اكس عطاتني 0 هما دابا طالبين مني ديك ار دونك غادي نديروا لا بروجيكسيون على على اكغيك تو سامبلومون دونك شنو غادي تعطينا دونك اون دائما بيستبق القانون الثاني نيوتن بي بلس ار ايتيغال ام فوا لاكسيليراسيون بار بروجيكسيون بار بروجيكسيون سويفون maintenant suivant au y elle est scat على y اذا لصقتنا بي على y تلاحظوا هنايا دونك y هو هذا يمكن ديبلاسي فوالا هذا هو الاكس y تو سامبلومون فوالا اورينتي فير لو هو دونك لا بروجيكسيون ديال بي على هي هذه هذه بي y وهذه الفا وهذه تمثل الضلع ال المحادي لو كوتي ادجاسون دونك غنبداو بالسيني بالكوس ولكن بي غريك العكس ديال اي غريك غادي تكون موان دونك سا دون ام موان ام جي الكوس دو الفا لا بروجيكسيون ديال ار معاه متوازين وفي نفس المنحه دونك غعطينا ار ولكن هرد البال ايتيغال ا زيرو علاش لان با دو موفمون سويفون لاكس او اي غريك اي بار كونسيكون جو تروف دونك اون اورا اي غريك ايتيغال ا ام جي الكوس دو الفا اذا لحسبتوها بالتطبيق العددي جو بونس غادي تلقاو 645 دونك 645 نيوتن دائما القوه مجرة فوالا هذه بالنسبه لا بروميير بارتي لان هذا كان طويل شويه ديال الميكانيك كان عليه 6 نقاط مهم جدا بالنسبه للفقره الثانيه يعني في الفيديو المقبل غتلقاو 3 بارتي في هذه غادي نخدمو في هذه الحركه هذه الحركه لحركه قذيفه موفمون دان بروجيكتيل عاوتاني عاد غيطيح هذا في الماء وغيولي السقوط الراسي باحتكاك لا شوت فيرتيكال افيك فروتمون دونك هلا ندرسوا هاد لا بارتي دابا عاد اون باس لا ثوازيام بارتي فوالا سنشكركم على هاد المتابعه والى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم.